زي الرادار بيلقط لوحات السيارات مع انها سريعة جدا لما بنكون سيئين او راكبين مواصلات على الطرق السريعة بنلاقي يافطات كده على جانبين الطريق بتحدد السرعة القصوى للطريق 70 كيلو مثلا او 90 وهكذا كل عربية وحجمها والسرعة اللي متحددة ليها في ناس بقى ما بيعجبهاش الكلام ده قوم بقى تكسر وتتجوز السرعه دي بشكل كبير جدا يجي بقى السائق يتفاجئ لما يروح يجدد ترخيص العربيه ولا حاجه يقول له عليك مخالفه رادار باليوم والساعه الفلانيه وسرعه العربيه في الوقت ده كمان بالاضافه لده التطور الكبير في الرادارات بقى يخلي الرادار يرصد مخالفات تانية غير سرعه العربيه، زي مثلا عدم الالتزام بحزام الامان او استخدام التليفون اثناء القياده او عدم التركيز خلال القياده دي، او لو متخانق مع مراتك الرادار ممكن يعرف، بنهزر طبعا، بس السؤال اللي بيجي في بالنا ازاي عم الرادار بيعمل كل ده؟ رغم السرعه الكبيره جدا للعربيه وازاي بيلحق كمان يصور كل ده وبكل وضوح انت في الجني ولا ايه وازاي بيقدر يحدد السرعه اللي ماشيه بيها العربيه بدقه عاليه تعالوا نعرف بس قبل ما نبدا لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك حلقاتنا اول باول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. آلية عمل الرادار قايمة على مبدأ فيزيائي بيسمى تأثير دوبلر. كريستيان دوبلر ده هو عالم فيزيائي نمساوي قدر أثناء دراسته لحركة النجوم سنة 1842، لاحظ بقى إن تردد الموجات المتجهة ناحية جسم معين وتردد الموجات المرتدة من نفس الجسم بيختلفوا في القيمة في حالة تحرك الجسم، وبيعتمد الاختلاف ده على إتجاه الحركة. بمعنى مثلا ان لو في شخصين الشخص الاول واقف على الطريق والشخص الثاني راكب عجله متجه ناحيه الشخص الاولاني، فلو ارسل الشخص الاولاني موجه كهرومغناطيسيه ناحيه الشخص الثاني بتردد معين وليكن مثلا 400 هرتز، في الحاله دي اصطدام الموجه في الدراجه بينتج عنه زياده في التردد ما يعادل 403 هرتز علشان حركه الجسم ناحيه الشخص الاولاني، فده بيضغط الموجه وبيزيد ترددها. على العكس بقى لو اتحرك الشخص الثاني بعيد عن الشخص الاولاني واصدر الشخص الاول نفس الموجه اللي قلنا عليها من شويه قيمتها 400 هرتز هنا بقى هنلاقي التردد هيحصل انه يقل ما يعادل 397 هرتز اكتب لنا في الكومنتات فهمت القانون ده ولا لسه تعالوا نكمل طيب ازاي الرادار بيقيس سرعه العربيه الرادار بيبص حوالينه شبكه من الموجات الراديويه الغير مرئيه الشبكه دي في بعض الاحيان بتغطي مساحه بتبلغ 100 متر من الطريق في حاله بها عبور العربيه من المساحه دي من الموجات بتبدا بالاصطدام وبترتد مره تانية للرادار وزي ما قلنا في القانون الفيزيائي اللي شرحناه من شويه طالما الجسم في حاله حركه بيكون تردد الموجه المرسله من الجهاز مختلفه عن قيمه الموجه المستقبله من الجهاز والفرق بين قيمه الترددات دي هو الفرق اللي من خلاله بيقدر الرادار يحدد سرعه العربيه اللي على الطريق من خلال اجراء معادله بسيطه جدا وبالتالي بتتحدد اذا كانت السرعه مخالفه ولا لا اكيد طبعا شفت المسدس ده قبل كده ده اسمه الرادار الضوئي او مسدس الليزر الرادار الضوئي ده مشهور جدا وبيشتغل بطريقه مختلفه وبيستخدم من قبل افراد الشرطه في الدوريات وهو عباره عن اداه صغيره كده بتشبه المسدس بتحتوي بقى على عدستين من قدام واحدة للإرسال وواحدة للاستقبال بيعمل الرادار ده بنفس الفكرة تقريبا بس بدل ما بيرسل موجات راديوية بيصدر نبضات ضوئية والفرق بينه وبين الرادار التاني انه مش بيغطي الطريق بالكامل فلازم بقى يتوجه ناحية المركبة بالضبط علشان يقدر يحدد السرعة طيب ازاي بقى الرادار بيحدد باقي المخالفات وبالوضوح الكبير جدا ده في وقتنا الحالي ما بقتش الرادارات مجرد اجهزه بتنبعث منها الموجات وبس، دي بقت دلوقتي كل رادار بترتبط بيه كاميرات مراقبه، الكاميرات دي بتعمل بالاشعه تحت الحمراء اللي بتمكنها بقى من تصوير ادق التفاصيل داخل العربيه، دي كمان بامكانها مراقبه اكثر من 125 عربيه في نفس الوقت. بيتم معالجة الصور اللي صورتها الكاميرا اوتوماتيك وبتحتوي كاميرات المراقبة على ملايين الصور لاشخاص بتتكلم في التليفون او اشخاص مش لابسه حزام الامان وغير ده كتير وعن طريق الذكاء الاصطناعي بتقدر تحلل الصور اللي اتاخدت دي بالطبقها مع الصور اللي موجوده اصلا وبتاخد العملية دي ثواني معدودة سبحان من علم الانسان ما لم يعلم من الحاجات المهمة برضو اللي بتساعد الرادار في القيام بعمله هو الملصق الإلكتروني كلنا عارفينه طبعا ده يا سيدي عبارة عن شريحة زي الباركود كده متسجله عليها كل المعلومات اللي تخص العربيه، ولما بتعدي قدام الرادار بيقدر يعرف كل المعلومات ولو اتجوزت السرعه مثلا بتربط ببيانات الشريحه، الملصق الالكتروني اللي في ناس بتزعل منه ده مهم جدا في حالات السرقه لا قدر الله، بمجرد تبليغ الجهه المسؤوله عن واقعه السرقه بتقوم جميع الرادارات في جميع انحاء الجمهوريه بتتبع العربيه من خلال الشريحه دي وبيتم الابلاغ فورا بمكان العربيه، طبعا كلنا نعرف الحيل المستخدمه في الهروب من الرادار. وهي انك بقى تمشي سريع طول الطريق ولما تعرف انه في رادار تهدي جدا بس الحيله دي مع التطور اللي احنا فيه ما عادتش شغاله يا باشا والتزم بالسرعه المحدده افضل علشان توصل بالسلامه وتتجنب المخالفات لان دلوقتي الاصدارات الحديثه بتكون متوصله ببعضها من خلال شبكه واحده نفترض مثلا ان في طريق 10 كيلومتر بيبدا برادار وبينتهي برادار والاثنين مربوطين ببعض لو لقط الاولان العربيه والتاني لقطها برضه بيخليهم بكل سهوله يحسبوا الفرق بين اللقطتين بالدقايق والثواني والمقارنه بين المسافه بين الرادارات ومن خلال الحسبه دي بيمكنهم من معرفه السرعه الحقيقيه اللي ماشيه بيها العربيه دي طول الطريق مش البطه البلدي اللي ماشيه قدام الرادار دي لما شافته طبعا الكتير بيبقى متضايق جدا من فرض الغرامات والقوانين في موضوع القيادة ده ولكن منظمة الصحة العالمية بتقولك ان اهم اسباب الوفاة للاشخاص اللي بيتراوح اعمارهم من 5 ل 29 سنة هي حوادث الطرق سنويا بيموت اكتر من مليون و300 الف انسان نتيجة الحوادث المرورية انت متخيل الرقم؟ ربنا يحفظ الجميع وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعّل زر الجرس علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. كان معكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش. دمتم في أمان الله مع السلامة.